ميتون. رجعنا لكم من جديد في ميتون في حصه خاصه بمقابله الاسبيرونس وكذلك الزمالك الماتش في مقابله ذهاب الكارديو فينال من تشامبيونز ليغ الافريقيه. كما قلت اكيد موجود معايا زميلي رفيق الهرجيم كما كان موجود معنا اللاعبين السابقين سيد منجب ابراهيم وكذلك مروان البكري. مرحبا بكم من جديد. دونك باش تحطوا الناس كل في صحن حتى السادة المستمعين نمشيو نعملوا تنقيز المصري ونقبل تقريبا ساعه و15 دقيقه من انطلاق المقابله. موجوده معنا زميلتي فرح علي من قناه نادي الزمالك. مرحبا بك فرح. اهلا بيك، مساء الخير عليك طبعا ومساء الخير على كل تونس الحبيبه. طبعا يعني احنا سعداء جدا، يوم رائع ومشهد رائع بنشوفه بصراحه بشكل متحضر جدا من جماهير الزمالك واكيد جماهير الترجي التونسي اللي هتكون منورانا ان شاء الله باذن الله ويقدموا مباراه رائعه النهارده ومباراه مشرفه دايما بتضرب مثل لكل الانحاء وكل الدول العربيه انه نادي الزمالك بيعطي درس دائما بصراحه في الجماهير. اول سؤال تفهمني نحكي معك بالتونسي ما؟ طبعا تفضل. باهي، قول لنا شويه الاجواء فرح قبل انطلاق المقابله من قدام استاد القاهره. هل انت داخله توا الاستاد؟ ايوه. الاجواء بصراحه يعني محيط للاستاد كله، يعني طبعا كل فئه او كل عدد من الجمهور بيكون متواجد بيدخل من بوابه مختلفه. البوابه اللي امام المنصه في مدينه نصر بصراحه يعني اعداد مهوله، اعداد ما تتوصفش. 30,000 مشجع عاملين حاله من الابهار، عاملين حاله من الفرحه من السعاده. وانا دلوقتي حاليا عند البوابه الرئيسيه لاستاد القاهره، طبعا دي الجماهير اللي داخله ان شاء الله الدرجه الاولى والمقصوده. عدد بصراحه رائع جدا برضو، وتنظيم بصراحه يعني رائع جدا، والناس ملتزمه واعداد رائعه. اعداد جمهور الترجي دخل ولا ما زال امور تنظيميه خاصه بجمهور الترجي؟ متواجد جمهور الترجي طبعا، مش بالاعداد الكبيره قوي ولكن متواجد وبيثبت حضوره ان شاء الله، وهنشوفهم بشكل يعني اوضح جوه كمان. باش وحكيت الصحافه في مصر فرح بخصوص المقابله اليوم؟ طبعا الكل بيتحدث على انه الترجي التونسي النهارده هيكون بشكل مختلف خالص، بروح مختلفه، بتكتيك مختلف، وطبعا كله بيتحدث على ان معين الشعباني مش هيستخدم نفس الاسلوب اللي استخدمه مع نادي الزمالك في المباراه اللي فاتت. الكل طبعا اكيد بيطوي صفحه السوبر الافريقي وبيستعد لبطوله مختلفه تماما، وهي البطوله الاحب لطبعا نادي الترجي التونسي، وهي البطوله دائما المحببه لقلبه واللي بيثبت دايما ان هو بطلها. فطبعا الكل بيأكد انه الحاله اللي شفنا فيها الترجي التونسي في المباراه السوبر الافريقي مش هتكون نفس الاسلوب اللي هنشوف بيه الترجي التونسي النهارده، والكل منتظر طبعا يشوف الترجي التونسي بشكل مختلف تماما. واكيد طبعا لعيبه الزمالك مستعده لده بالفعل، ايضا تحدثوا معهم سواء كان كارتيرون او رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، اتكلم معاهم على اهميه اللقاء، اتكلم معاهم على ان الترجي التونسي اللي اللعيبه هتشوفه النهارده هيكون مختلف تماما طبعا على اللي شفناه في السوبر الافريقي، واللعيبه مستعده بشكل رائع جدا، وطوى صفحه السوبر الافريقي او السوبر المصري لانه اكيد عارف ان الفرحه ما كانتش طبيعيه ابدا انه نادي الحمد لله يقدر يستطيع او يحرز بطولتين او يحصل على بطولتين في 6 أيام فقط. فرح اكيد حنت حكيت على المستشار مرتضى منصور، على عكس العاده كان فما استقبال ممتاز للترجي وحتى استقبل رئيس النادي حمد المدب في نادي الزمالك. صحيح، بالفعل امبارح كان في جوله رائعه جدا داخل نادي الزمالك واستقبله بشكل مشرف جدا، وبصراحه شفنا كمان يعني صدى رائع على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المقابله، وبصراحه واعطاه كمان درع تكريم من نادي الزمالك. فطبعا يعني المستشار مرتضى منصور دايما بصراحه بيكون بيستقبل الرؤساء بشكل مشرف جدا، وبيعطي شكل رائع جدا وواجهه مشرفه لنادي الزمالك عند كل الفرق اللي دايما بنسعد وبنتشرف ان هم يكونوا في مقابله مع نادي الزمالك في اي بطوله في اي بطوله ما. بالنسبه لتاثير عقوبه الزمالك خصم 3 نقاط والانسحاب مقابله الاهلي، نجم يكون عنده تاثير في المقابله على اللاعبيه اليوم ولا لا؟ المستشار مرتضى منصور بالفعل في الجلسه اللي عملها بالامس مع اللعيبه طلب منهم ان هم يطووا الصفحه دي تماما، وبصراحه كمان اداهم مثل يعني من الامثله اللي كانت مقنعه جدا لما قال لهم ان جينيراسيون فوت في التوقيت اللي نادي الزمالك او جينيراسيون فوت تغيب عن مقابله نادي الزمالك، وبالفعل نادي الزمالك الحكم حسب له انه فاز بنتيجه 2 مقابل لا شيء. بعدها على طول جينيراسيون فوت تقدم باوراق اثبت فيها انه بالفعل
الحالة الأمنية في مصر كانت جيدة جدا وما كانش فيه أسباب أن يتم تغيير الملعب اللي هيتم لعب المباراة عليه، وبالفعل جنرالشيون فوت استطاع أن هو يعيد المباراة مرة تانية. ولما المستشار مرتضى منصور أعطاهم المثل ده بالأمس، قال لهم في نفس اليوم تم الغاء مباراتين في القسم الثاني، ده ان يدل على سوء الاحوال الجويه، وفي نفس الوقت الاسلوب اللي دخل بيه النادي الاهلي او الاسلوب اللي دخل بيه اتوبيس النادي الاهلي علشان يوصل لملعب المباراه بطريقه عكسيه، وان طبعا اللعيبه كانت معرضه ان هي تتعرض لامور يعني غير صحيحه، فطبعا هو رفض تماما ان هو يعرض لعيبه الزمالك لمثل الامور دي، لنادي الزمالك انه يخوض المباراه اللي كان طبعا ولا الوقت المناسب ولا الاجواء المناسبه بالنسبه للشعب الجماهيري او للتعصب الكروي المتواجد حاليا بسبب طبعا الفوز يعني من قطبي الكره المصريه بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، بتكون الامور مشتعله طبعا اكيد كل عارف يعني. المهم طمنينا وصلوا اليوم، فماش معنى تاخير ولا حاجه؟ لا لا وصلوا اليوم وكل حاجه تمام، واللعيبه طبعا مستعده وبروح جديده ومختلفه، وطبعا مستشار مرتضى منصور قال لهم امبارح ان هيكون في كمان مكافئات غير الارقام اللي هو دايما كمان بيعطيها لهم. قديش اعطينا قديش؟ متضاعفه، نقول الرقم 150,000. ما شاء الله يا معلم. 150,000 مشجعهم جدا. تشكيله الزمالك حاضره ولا ما زالت؟ لا ما زالت، انا لسه ما عنديش علم بيها، ولكن المؤكد هو طبعا غياب يوسف اوباما بسبب الاصابه في الركبه، وكان في حديث عن الطريقه اللي هيتم تعويض بيها يوسف اوباما في الملعب ان شاء الله، وكان في اقاويل ان اوناجم هو اكثر ورقه ممكن يتم استخدامها مكان يوسف اوباما. باين خليل كيخ سؤال، فرح توقعاتك للماتش وشو متوقع نتيجه المقابله اليوم، وكان تحب تضيف حاجه في اخر كلمه؟ بص انا ما بحبش اقول توقعاتي صراحه، يعني دي حاجه الناس عارفاها عني، ولكن اتمنى فوز الزمالك ان شاء الله بشكل يرضي الجماهير. وهرجع واقول لك احنا عايزين نشوف الزمالك النهارده بصراحه بدون زعل مدرسه الفن والهندسه اللي شفناها في مباراه السوبر الافريقي، لان حقيقي جماهير الزمالك اتمتعت بالمباراه دي. بنتمنى نشوف مباراه لا تقل مستوى عن مباراه السوبر الافريقي. شكرا لك فرح، وانا اكيد ناكد لك اللي ممكن تشوف المقابله هذه، خاطر تراجع اليوم فما انتفاضه نتوقع على الاخر باش تكون، والمقابله ان شاء الله باش تكون ممثل كره القدم التونسيه. لكن شكرا لك فرح، مرحبا بك على موجات اكس خاصه من جديد. دونك ندخلوا للمقابله اليوم، اول سؤال يا رفيق نحب نعرف المقابله اليوم كيفاش باش تكون، هل تختلف على مقابله السوبر؟